طيب بسم الله الرحمن الرحيم. البيولوجيكس اند نيفرولوجي, طبعا البيولوجيك هي موضة العصر حاليا, يعني ما فيش حد ما بيتكلمش عليها حتى المرضى, بس احنا الحمد لله المرضى بتوعنا يعني مش سامعين عنها قوي غير مرضى روماتويد ارثرايتس والسيستميك لوبس اللي هم المرضى بقى الكرونيك بجد. حتى كان دكتور طلعت كان بيتكلم في مره ان المريض نفسه هو اللي بيجي بيطلب انا عايز العلاج البيولوجي الجديد, عايز العلاج الحيوي والكلام ده. فهي المحاضره ديت هناخد كده من الاول خالص from the past to the present and the future concept of revolution. عشان كده احنا اغلب الكتب او اغلب البيبرز كاتبه كده عليها ده revolutionary medicine. طيب القصه بدات من عند هذا الشخص بول ايرليخ سنه 1908. الراجل ده هو اللي اكتشف الانتي بودز, والحقيقه هو ما كانش عارف ساعتها هي ايه بالظبط فسماها الماجيك بوليتس. الراجل ده بناء على هذا الاكتشاف اخذ من اوائل الناس اللي اخذ جائزه نوبل في الحياه, يعني هو تقريبا كان رابع سنه بعد الفراغ. وهو يعني يعني هو عارف ان ده حاجه بتدمر البكتيريا وبتدمر الفيروسز بس هو مش عارف هي ايه فسماها ماجيك بوليتس. طبعا من كتر ما هذا الرجل غير في تاريخ الطب بعد كده المانيا حطت صورته على العمله بتاعتها على 200 مارك يعني فالفكره طبعا ايه غيرت مجرى التاريخ يعني. وفضل كده من 1900 لغايه سنه 1975, والناس دي بعد كده في سنه 84 اخذوا جائزه نوبل عليها. هما الاثنين دول وده دخل معاهم كده في السكه جورن, هو كولر وميلستاين, هما الاثنين دولت اللي بداوا يكتشفوا موضوع السبيسيفيستي بتاعت الانتي بودي. الناس دي نشرت بيبر في نيتشر سنه 1975 اللي هي الكونتينوس كالتشر اوف فيوزد سيلز سيكريتنج انتي بودي اوف بيوريفايد سبيسيفيستي. هما دول اول ناس اكتشفوا السبيسيفيستي بتاعه الانتي بودي, هما دول اللي فهموا قصه ان كل انتي بودي يبقى سبيسيفيك لحاجه معينه. طب هما عملوا الكلام ده ازاي؟ هما جابوا شيب ريد بلاد سيلز, جابوا خلايا دم حمراء من خرفان وحقنوها في فران, وبعد كده اخدوا البي سيل اللي هي الاكتيفيتد بي سيلز دي من الفران من السبلين بتاعها وحطوها عملوا لها فيوجن مع مايلوما سيلز, مع السيلز بتاعت مايلوما اللي هي بتبقى الفكره ان تبقى الخلايا ديت امورتال خالده تفضل تنقسم تنقسم تنقسم. واكتشفوا المايلوما سيل وعملوا لها فيوجن وسموا الفيوجن بتاعها ده هايبردوما, والهايبردوما بدات تنتج جيوش مجيشه من الانتي بوديز اللي موجهه خصيصا انها تضرب الايه الريد بلاد سيلز بتاعت الايه بتاعت الشيب ده. لا هم اخذوا مايلوما سيلز من الناس الناس عندها مالجنم وبداوا يعملوا لها فيوجن مع بي سيلز مخصصه انها تنتج الانتي بودي ده. فهم كده بالمنظر ده اكتشفوا فكره الايه المونوكلونال انتي بودي. الحقيقه فضلت القصه كده لغايه اواخر الثمانينات لما بداوا يفكروا في تصنيع الانتي بودي نفسها, فكروا في القصه بتاعه البوليكلونال انتي بودي اللي هو الاوكتي 3 اللي احنا كنا اتكلمنا عنه اللي هو ميورين واب اللي هو الانتي سي دي 3 اول حاجه اتكلمنا عنه خالص. البوليكلونال انتي بودي كانت فكرتها بمنتهى البساطه ان احنا نجيب اي حيوان غالبا بيبقى رابت او اكواين حاجه هورس بنحقن فيه الانتيجين اللي احنا عايزينه وبنستنى يحصل اكتيفيشن للبي سيلز بتاعه الايه بتاعه الهوست ده وتبدا البي سيل تنتج انتي بوديز خلاص واحنا ناخدها منه بعد كده دي انتي بودي متكونه نتيجه الايه الانتيجين اللي احنا حقنناه وناخد الانتي بودي دي بعد كده نعمل لها ايه بيوريفيكيشن نبدا نحقنها في الايه في المريض اللي انا عايزه يبقى انا كده حقنت الانتي بودي بتاعي. القصه دي كانت قصه اول انتي بودي تم انتاجه في التاريخ وهو اللي احنا قلنا عليه اللي هو الاوكتي 3 ده سنه 1986. بس الحقيقه مشكله الانتي بودي ده ان هو كان بيور رابت, الانتي بودي كله بتاع رابت, فكانت المشكله بتاعته الاساسيه ان بيحصل ايه مش بس مجرد سنسيتيفيتي ان جسمنا بيتعرف عليه از ان انتيجينك وبيدمره, فمع الوقت الدواء كان بيفقد ايه قدرته على الشغل. طب نعمل ايه عشان نحسن القصه ديت؟ بدا اختراع الكايميريك مونوكلونال انتي بودي, والكايميريك ده ظهر في التسعينات ان هي يبقى جزء هيومن وجزء انيمال, تلتين بالظبط تلتين الانتي بودي بيبقى هيومن والتلت التاني بيبقى انيمال. بعد كده في منتصف التسعينات بداوا يطلعوا الهيومنايزد انتي بودي. الهيومنايزد انتي بودي بيبقى 90% منها هيومن و10% بس منها هي اللي بتبقى ايه انيمال. بس الهيومن دي جايبينها من الجين بتاع البني ادمين, ياخد الجين المسؤول عن تكوين الهيفي تشين واللايت تشين ويحقنه في يست تبدا تنتج انتي بودي بالمنظر ده. انا كان فكري ان هو
بيتعمل اكسيشن من بكتيريا. ما هو بيقول حاجه كمان، يا اما ياخد الجين ده بيحطه على يست خميره، ما الخميره بكتيريا، ويحقن الجين بتاعنا ده جوه الخميره، والخميره بتنقسم بسرعه جدا فتبدا تطلع الايه الهيفي تشين واللايت تشين. والفكره بقى الصعوبه كلها في القصه بتاعه المونوكلونال انتي بادي، وسبب غلو الاسعار بتاعتها كده، ان هو بيلزق حاجات على حاجات. يعني هو لازم الحته دي بتبقى فاريبل، لازم يلزقها على الجزء التاني، فده بيقلل الانتيجينستي شويه. لغايه ما في 2002 ملا صنعوا بقى الفولي هيومنايزد مونوكلونال انتي بادي، ده بقى اللي بيوصل لاسعار خرافيه جدا، الابره الواحده ممكن توصل ل 70 و80 و90 الف جنيه. طب احنا عمالين نسمع بقى زوماب واكسيماب وحاجات كده، هما الناس دي بتسمي القصه دي ازاي؟ الحقيقه هي ليها قواعد. هو اي مونوكلونال انتي بادي في الدنيا الاسم بتاعه بيتكون من اربع مقاطع، من سافكس، والسافكس ده ممكن في الاغلب بيبقى ماب. اي مونوكلونال انتي بادي بينتهي بكلمه ماب، ماب دي اختصار مونوكلونال انتي بادي. وبريفكس، بريفكس ده اللي احنا ممكن نختار اسمه مع بعض، يعني احنا ممكن نختار انتي بادي كده فاحنا نسميه محمد مثلا، وبس الاسم ده يبقى البريفكس، لازم نحط له سبستيم A وسبستيم B وفي الاخر ياخد السافكس اللي هو الماب. فاحنا هنلاقي مثلا ان السبستيم A ده بيتسمى اكوردنج للسورس، للتارجت اللي الدواء طلع عشان خاطره، للدواء اللي طلع عشان خاطره. يعني لو ياخد مثلا بي اي، لو هو طلع يضرب بكتيريا، لو هو مونوكلونال انتي بادي هدفه انه يطلع يضرب بكتيريا، ياخد سافكس سي اي، سي اي لو هو هيضرب كارديو باسكولار، لو هو ياخد اي سوري ال اي لو هو اميونو مودوليتنج، وهكذا. واحنا الكلام ده بنكلاسيفاي اكوردنج تو ايه؟ احنا كل القصه دي بتيجي من ايست كالتشر. تمام بتطلع لك الحاجه دي، ان سبيسيفيستي دي تيجي اكوردنج لايه؟ في سيجنالز معينه احنا بنحطها عشان أيوة. والله جاي ما هو مش التسميه لسه ده هو بالظبط كده السبستيم بي بقى ده بيتسمى، الحروف دي بتتسمى اكوردنج للسورس بتاع الانتي بادي. انا جايبه من رات ولا من ماوس ولا من هامستر ولا من برايمت القرود يعني، ولا من ماوس. تمام الرات والماوس مختلفين بره، احنا عندنا كلهم فراد بس بره الموضوع مختلف. ولا هو كايميريك ياخد اكسي، ولا هو كايميريك وهيومنايز ياخد اكسي او زو، ولا هو كومبليتلي هيومنايز ياخد زو بس. فمثلا بعض الامثله يعني الريتوكسيماب البريفكس بتاعه اللي هو الار اي ده اكوردنج للي اكتشف الدواء، هو سماه ار اي. اخد ال2 ده السبستيم اي 2 اللي هو بيشتغل على تيومر. اخد اكس اي عشان هو كايميريك، وبعد كده ماب عشان هو كايميريك، يعني تلتين من انيمال وتلت من هيومن، سوري تلتين هيومن وتلت انيمال. فهي ديت فكره الايه التسميه. الاكلوزوماب زو يعني هيومانايزد، وال اي يعني هو امينو موديليتنج، تمام، وهكذا. كل بقى دواء ليه اسمه بناء على هذه الايه التوصيات. فاحنا كده الناس مش بتسمي ايه مش بتسمي حاجه هابهازارد يعني. طب هي الموضوع ايه؟ الله يخليك. طيب هي تفرق طبعا كتير، خاصه الحاجات الكايميريك دي، لان اي حاجه كايميريك معناها ان فيها جزء كبير انيمال، ففي احتماليه كبيره جدا ان جسمي يتعرف عليها از ان انتيجينيك ويكون لها انتي بادي يكسرها. يبقى انا اخدت الدواء ب 20,000 جنيه وجسمي كسره، ما استفدتش بيه حاجه. فطبعا الافضل ان احنا ناخد حاجات فولي هيومنايزد، ولكن ولكن مشكلتها ايه؟ في السعر. طب الكايميريك احنا عشان نستفيد بان هي تشيل بنعمل ايه عشان احنا استرويد قبلها؟ بنعمل استرويد وانتي هيستامينيك وقصه كبيره. بالظبط كده. فنبدا بقى بدواء العصر وكل عصر، ريتوكسيماب. مين بقى ريتوكسيماب ده؟ احنا خلاص عرفنا سموه ليه. هو طلع في الاول عشان يبقى انتي كانسرس، يضرب التيومر. فريتوكسيماب هو كايميريك مونوكلونال انتي بادي دايركتد اجينست السي دي 20. مين بقى السي دي 20؟ السي دي 20 دي العلامه اللي بتعرف البي سيل، يعني اي خليه من خلايا المناعه احنا بنتعرف عليها على اساس الايه الكابل اللي لابسها فوق دماغها. فالكابل اللي البي سيل دي لابسها فوق دماغها اسمه سي دي 20. احنا عشان نتعرف عليها بنصبغها بانتي سي دي 20، ماشي كده الكلام. فاحنا صنعنا انتي بادي يضرب السي دي 20 ده. فلو انا ضربت السي دي 20 ايه اللي هيحصل؟ همنع الاكتيفيشن بتاع البي سيل. البي سيل يحصل لها اكتيفيشن وتتحول لبلازما سيل تنتج انتي بادي. لا، انا بالمنظر ده الريتوكسيماب هيمسك في سي دي 20. بعد الريتوكسيماب ما بيمسك في سي دي 20 كده بقت البي سيل دي غريبه على جسم، بقت غريبه على جسم.
لان جسم يتعرف ان في انتي بادي ماسك فيها، فده كده حاجه لازم تتدمر. فيبدا الناتشرال كيلر تيجي تمسك في الريتوكسيماب وتكسر البي سيل، او الماكروفيج تيجي تمسك في الريتوكسيماب يعني وتاكل بين الوسطى. ايوه بالظبط، يعني يقول لها ده حقي، ده واحد غريب هو تعالى بالظبط. الفكره العامه اللي لقيناها ان الريتوكسيماب كان بيعمل ابليشن، ما هو بالظبط كده، ما هي ده اللي انا بقول مش ابليشن للميون سيستم، لا عملت اميون ابليشن للبي سيل كده، ما بقاش في بي سيل. ما بقاش في بي سيل خالص، لان هي يا اما الناتشرال كده بتكسرها يا اما الماكروفيج تبلعها. دلوقتي بي سيل يعني بالظبط كده، انت تقدر تقول كده. بس هل الاميون سيستم بس عباره عن بي سيل؟ لا طبعا. طيب. لا يعني لا، ده اللي واصل لنا معلومات ان هو عامل بس الديزيز اللي بيجيب البي سيل هو هيشتغل عليها كويس. لا لا، ابليشن البي سيل فقط، انما التي سيل كلها موجوده زي ما هي نفس النمط. وطبعا اسمه في السوق ماب سيرا، وما خلاص الناس كلها بقت عارفه دلوقتي الماب سيرا. طيب احنا بنستخدم الريتوكسيماب في ايه؟ فخلينا كده نتكلم ان احنا بنتكلم فيه. بالظبط كده، ده علاج كل حاجه دلوقتي. بي سيل مالجنسيز زي البي سيل مالجنسيز كلها، فوليكولار لينفوما، لارج بي سيل لينفوما، كرونيك لينفوسيتيك ليكيميا، اوتو اميون سايتوبينيز زي الايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيك بالاي تي بي، زي الهيموليتيك انيميا، بيتاخد في انواع كتيره من الفاسكولايتس، بيتاخد في المالتيبل سكلروزز، ده اوتسايد النفرولوجي. طب في النفرولوجي بقى الحقيقه احنا جربناه على كل الامراض بتاع النفرولوجي، يعني احنا فاضل نجربه كده في ده احنا بنفكر بالظبط. اعتقد يعني انا لقيته بيتجرب في كل حاجه، بس يعني الكلام اللي فيه دراسات كتير قوي الايديوباثيك او البرايمري ميمبرنس، المينيمال تشينج، فوكال سيجمنتال، والرينال انفولفمنت ان انكا اسوشيتد فاسكولايتس. بس هو فعلا فاضل له شويه ويعني ويفكوا بيه الاعمال يعني. لا في اقاويل كتير بقى في هو انا المحاضره كلها على الحاجات دي. لا هي المحاضره كلها على الحاجات دي. الغريب بقى في الترانسبلانتيشن ان كل استخداماته في الترانسبلانتيشن اوف ليبل، يعني بدون حاجات مثبته، بس اللي بيعرف حاجه بيديها. ترانسبلانتيشن هنحاول نلحق وخلاص. بيتاخد في الناس اللي عندها انتي اتش ال اي اوريدي بريفورمد، في الناس اللي بيعملوا ري ترانسبلانتيشن، يعني الناس اللي عندها اي بي او انكومباتيبلتي بيدوا ريتوكسيماب. بالظبط كده. بيتاخد في الاكوت هيمورال ريجكشن، بيتاخد في البوست ترانسبلانتيشن فوكال سيجمنتال، وبيتاخد في البوست ترانسبلانتيشن ليمفو بروليفريتيف ديس اوردرز، يعني لو مريض جاله اي مالجنسي بعد القصه دي. طب نبدا بقى كده نحلل الايه الموضوع. مثلا نبدا بالايه باستخدام الريتوكسيماب في الايديوباثيك ميمبرز. الحقيقه دي من الدراسات اللي اتعملت في الاول يعني على الريتوكسيماب، اسمها الجيرم ريتوكس ستادي. الدراسه دي اتعملت على كام مريض؟ على 37 مريض هنا اللي اخذوا ريتوكسيماب، و38 مريض اخذوا نون سبيسيفيك ثيرابي، يعني ايس واي ار بيز وديوريتكس وحاجات كده. في خلال 6 شهور لقوا ان في 35% من المرضى دولت حصل لهم ريميشن للبروتينوريا بتاعتهم. هنا اللي قصادهم بقى 21% بس اللي حصل لهم ريميشن. في خلال 17 شهر 24 من 37 يعني 64% حصل لهم ريميشن، بينما هنا كان 34% بس اللي حصل لهم ريميشن. فطبعا الدراسه ديت اثبتت ان الريتوكسيماب ليه بوزيتيف افكت على البروتونوريا ريميشن افتر 6 مانس ايه من اليوز بتاعه، لغايه كمان القصه وصلت ل 17 ايه اسبوع 17 شهر. مش بس كده، ده هم في الدراسه دي كمان مش قعدوا يقيسوا مش بس البروتونوريا، لا ده قاسوا الليفل بتاع الانتي بلور قد ايه. لقوا ان الريتوكسيماب بيقلل الانتي بلور، ولقوا كمان ان الريتوكسيماب بيقلل البي سيل نفسها اللي هي بتنتج الانتي بادي اللي احنا بنعمله ديتكشن في الايه في الميمبرز. طيب ده احنا قارنا الريتوكسيماب بالنون سبيسيفيك ثيرابي يعني نون اميونو سبريشن. بس الحقيقه احنا اغلب حالات الميمبرز ما بنعملش كده. احنا بندي ايه دكتور احمد رمضان طبعا يا بندي بونشيلي يا اما بندي ايه سايكلوسبور، صح كده؟ فهم في المنتور ستادي بقى الناس كلها عماله تتكلم عنها اليومين دولت، هندي قارنوا ريتوكسيماب بالسايكلوسبور. فلقوا ان ريتوكسيماب ادى افكت في 60% بينما السايكلوسبورين ادى افكت في ايه؟ في 20%. وطبعا المنتور ستادي دي طالعه 2019 يعني لسه طازه. هل ممكن يبداوها بريتوكسيماب؟ لا هو الجايد لاينز نطت الريتوكسيماب بس ما طلعوش بقى مش فلس. عامل ايه في الريتوكسيماب لغايه دلوقتي؟ لغايه دلوقتي بس يعني اخر جايد لاين 2012
لا والله لا لا خالص مش كده، بس يعني خلينا نشوف. هما مش بس سكتوا وقال لك لا ده احنا هنقارن الروتوكسيماب بالسايكلوس، لا ده احنا هنقارن الروتوكسيماب بنفسه، هيدي جرعات اعلى من الروتوكسيماب. يعني هو الطبيعي ان الروتوكسيماب بيتاخد بجرعه اللي هي 375 ملي جرام لكل متر سكوير كل اسبوعين، قال لك لا ده احنا هندي 1 جرام 1 جرام عند اسبوع 0 واسبوع 2 وخلاص على كده، يعني على الجرعه ضعفها. وقارن الريسبونس، لقى الريسبونس كل ما بعلي الدوز بيحصل ريميشن اسرع واقوى من الجرعات القليله كده. بس الحقيقه احنا مش مكتفيين بكده، فاحنا كلام دكتور احمد رمضان قال لك لا احنا عايزين نقارن لي بقى الريتوكسيماب باللاينز الفعاله، يعني قارن الريتوكسيماب بالسايكلوفوسفامايد ستيرويد بالبونتشيلي. فالحقيقه في الترايل شغاله حاليا لسه ما خلصتش اسمها الريسايكلو ترايل، هم هنا بيقارنوا الريتوكسيماب بالسايكلوفوسفامايد والستيرويد مع بعض في الريزيستنت كيس، بس دي لسه ما فيش اي داتا لسه اتنشرت. دي في كمان ستارمن ستادي، ستارمن ستادي دي اللي بتقارن التاكروليماس مع ريتوكسيماب بالبونتشيلي العادي. هو الحقيقه ليه لسه الجايد لاينز متمسكه قوي بس بالبونتشيلي؟ لان هو البونتشيلي الوحيد اللي كانت الدراسه بتاعته مش معموله الاند بوينت بتاعها بروتينوريا، لا كانت الاند بوينت بتاعها الاند ستيج رينال ديزيز والمورتاليتي. فهم لغايه دلوقتي كاتبين ان البونتشيلي ده ميزته الوحيده انه بيقلل الاند ستيج رينال ديزيز في عين الممبرز وبيقلل الريسك اوف مورتاليتي، فده اللي مخليهم لسه محتفظين بالكلام ده. انما انا عشان اقول الريتوكسيماب بيقلل الاند ستيج محتاج ان انا اتابع العيانين على 10 سنين، فلسه القصه دي مش قدامها حبه يعني. فكل بعد الكلام اللي احنا قلناه ده يخلينا ما نستغربش لما نلاقي بيبر زي دي. البيبر ديت بتقول ايه؟ بتقول ان ده 2019 برضه، تريتمنت فور ديباتيك ميمبرس نيفروباسي ان ادلت كيديجو جايد لاينز 2012 سايكلوفوسفامايد اند سايكلوسبورين ار اوت. خلاص خلصت، الريتوكسيماب از ذا نيو نورمال. توقع بقى اللي جاي دلوقتي كده تمام. فدي منشوره في المهم. فدي كده قصه الايه الريتوكسيماب في الايديوباثيك او البرايمري ميمبرنس. طيب بالنسبه بقى للانكا اسوشيتد فاسكولايتس، هو هنا في الاستدي دي قارن الريتوكسيماب فيرسس الازاثيوبين فور مينتنس للانكا اسوشيتد فاسكولايتس، فور مينتنس مش فور اندكشن حتى. هم جابوا بالظبط كده، هما جابوا 115 مريض معاهم بقى الايه الفاسكولايتس المختلفه كلها انكا اسوشيتد فاسكولايتس. المرضى دول كلهم المشترك ما بينهم هم دخلوا في ريميشن بعد ما اخذوا سايكل فوسفامايد وستيرويد مع بعض، وعملوا لهم راندمايزيشن، ناس اخذوا ريتوكسيماب وناس اخذوا ازاثيوبين از مينتنس. الاثنين مينتنس. الريتوكسيماب في الناس ديت اتاخد في جرعات زيرو وبعد اسبوعين وست شهور وسنه وسنه ونص. اخذ الريتوكسيماب خمس جرعات بالمنظر اللي احنا قلناه ده، زيرو اسبوعين زيرو اسبوعين ست اسابيع ست شهور سنه سنه ونص. بياخد نص جرام في المره، بياخد نص جرام كل مره. ولقوا ان الريسك اوف ريلابس هنا كان 5% بعد 28 شهر، بينما الريسك اوف ريلابس مع الاسيوبين كان 17%. فطبعا ده برضو فرق ايه، سوري 29% كده، يعني ثلث الحالات هنا حصل لهم ريلابس، بينما هنا 5% بس. فده كان ده الايه ده الاستخدام بتاع الريتوكسيماب، ودي الحاجات اللي بتظبط. فهنخش بقى على الريتوكسيماب في الناس الستيرويد ديبندنت او الفريكوينت ريلابسر اللي عندهم ايديوباثيك نيفروتيك سندروم، سواء كانت مينيمال تشينج او فوكال سيجمنت. دي كانت عند ريموتزي. ريموتزي ايوه بالظبط. الدراسه دي بقى عشان كده، عشان هي كانت دراسه معقده الحقيقه، فيعني لخصناها في الجدول ده، فيعني سامحوني على الايه على يعني نيفروتيك سندروم مش سكندري، مش سكندري ميمبرنس. لا مش ميمبرنس، لا لا ما شاء الله ميمبرنس. هي هنا فوكال سيجمنتال ومينيمال تشينج، وكان فيهم كام حاله من ام بي جي ان بس شالوها. كان هيسميها نيفروتيك سندروم، ما هو ما هو ما هو هو الحالات اللي موجوده في الاستاي دولت، هم اللي في الاستاي دولت كانوا مينيمال تشينج وفوكال سيجمنت. هو المشترك ما بينهم موضوع الفريكوينت، ان هو يا اما يبقى ستيرويد ديبندنت يا اما يبقى فريكوينت ريلابس، يعني حالات ريزيستنت يعني من الاخر. هو جاب الاستادي ديت جاب فيها 44 مريض اللي عملوه سكريننج، شال منهم 12 اتفضل 32 هم اللي بدا عليهم، اداهم ريتوكسيماب في ستارتنج دوز ومشى بعد كده ايه 27 واحد فيهم اللي وصل معاه الكومبليت تابرنج. يعني انت مش بتدي 500 كلهم كل مره؟ لا لا ساعات تعمل تابرنج
لا احنا ما بيتاخدش، مش في كل الناس بتاخد 500. في ستاندرد دوز ثانيه هنقولها كمان شويه. لا مش 375، هو الجرعه 375 سكوير متر بير سكوير متر بالمتر سكوير. اهو بيتعملها تابرين؟ لا لا ما بلاش تابر. هو هنا بيتابر الاميونو سبريسيف الثانيه، هو ادى روتوكسيماب وبيقلل الاميونو سبريسيف الثانيه اللي هو مديه. فحصل ريميشن وداوت اميونو سبريشن، وفي ناس حصل لها ريميشن ويد انجونج اميونو سبريشن، بس الاغلب كانوا 18 حاله وداوت اميونو سبريشن بوست ريتوكسيماب بقى. يعني هو خلاص يعني ال 30 حاله اللي اداهم ريتوكسيماب كلهم دخلوا في ريميشن ات 1 يير. بوست ريتوكسيماب حصل ريلابس ال 15 حاله، وما حصلش ريلابس ال 15 حاله تانيين. فناس كمل معاهم كده، ناس كمل معاهم كده. فهي دراسه اتعملت على اكتر من فيز، فعشان كده انا حاولت اجمعها بس في القصه دي. ولكن هو في الاخر قال ان الريتوكسيماب بينفع في علاج ناس الاسترويد سنس الاسترويد ديبندنت او الفريكوينت ريلابسر. تقصد تقول الناس الاسترويد ديبندنت او الفريكوينت ريلابسر لما اشتغلوا بالريتوكسيماب جابوا نتائج احسن من الاميون سبريشن اللي كانوا عليه؟ ايوه وقف الاميون سبريشن، هو اخذ البتاع ووقف الاميون سبريشن. دي كان اسمها النيمو ستادي. نيمو طيب ده كان استخدام الريتوكسيماب في الـ في المينيمال تشينج والفوكال سيجمنتال. طب ام بي جي ان ما اتكلمناش عليه في الاول، هو وحتى يعني الكلينيكال نيفرولوجي الريتنج بتاعها مش زي السورسات اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. بس هي اتعمل عليه دراسه في التايب 1 ميمبرنس ميمبرين بروليفيراتيف. الدراسه دي كانت فيها 6 عيانين بس، والست عيانين دولت الميديم بروتينوريا بتاعتهم كانت 4.9 متوسط البروتينوريا تقريبا 5 جرام، واخدوا ريتوكسيماب وبعد سنه المتوسط بتاع البروتينوريا نزل بتاع السته كلهم ل 1.2، فهو افكتيف. ولكن محتاجين ستدي على عدد ناس اكبر والفترات اطول عشان نقدر نقول ان هو فعلا ينفع في الام بي جي. طب ندي ازاي؟ هو الستاندرد دوز بتاعته ده الستاندرد اللي هو نازل بيها 375 ملي جرام بير متر سكوير. طب والمتر سكوير ده بيتحسب ازاي؟ يعني ازاي احسب البادي سيرفيس اريا؟ عشان بس الطول في الوزن على 3600 وباخد الجذر التربيعي للقصه دي كلها. بضرب الطول في الوزن واقسم على 3600 واخد الجذر التربيعي بتاع القصه دي كلها. هو مشكلته كلها في الانفيوجن ريليتد رياكشن، ممكن يحصل هايبوتنشن وتشيلز وفيفر ورايجرز وحاجات زي كده. فبيحصل ان اغلب الناس اغلب السنترز بتدي بري ميديكيشن، ممكن يدوا سوليمدرول، ممكن يدوا برفلجان، ممكن يدوا انتي هيستامينك وحاجات زي كده. ولازم العيان قبل ما ياخده يعمل سكريننج للهباتيتس بي عشان ما يحصلش فلير للهباتيتس بي. اتفضل. الرياكشن بيجي بايه؟ ان اي بروتينيشس ماتيريال بتتحقن انترافينس ممكن تعمل المنظر ده، تبدا تكسر الماسلز. لا بس ليه؟ لا في بعض الحالات كتير. لا مش ريتوكسيماب، لا بس في بعض الحالات بيبقى ريتوكسيماب مش لان التي بي اصلا الاميونيتي بتاعت التي بي ايه؟ سيل ميديتد صح؟ مش انتي بادي ميديت. طيب في بقى اخوات لريتوكسيماب، يعني الريتوكسيماب ما طلعش لوحده. يعني اوكريليزوماب ده ار برضه انتي سي دي 20 اخوه، بس ده لسه كله في كلينيكال ترايلز، لسه ما يعني ايه ما بقاش ابروفد. طيب واحد برضه من المشهورين قوي في لعبه المونوكلونال انتي بادي الانفليكسيماب. الانفليكسيماب اللي هو الراميكيد، يعني حدث ولا حرج روماتويد ارثرايتس من هنا لبكره. بيتاخد بيعمل ايه ده كايميريك برضه، لان في اكسي كايميريك انتي بادي دايركتد اجينست التيومر نيكروز فاكتور الفا. والرسمه دي احنا شرحناها المفروض المره اللي فاتت واللي قبلها. ده الاميون ريسبونس الطبيعي اللي في الاخر بينتهي ان انا باكتيفيت كل الايه كل الاميون سيستم من ضمنه الماكروفيج اللي بتفرز بقى عندي تيومر نيكروز فاكتور الفا والاكسجين سبيشيز ونيتريك اوكسايد. فانا حدي مونوكلونال انتي بادي يضرب التيومر نيكروز فاكتور الفا. الانفليكسيماب اول ما طلع عشان الانفلاماتوري باول ديزيز السرتيف وكرونز الريفراكتوري منهم، بيتاخد كمان في الروماتيك ديزيز الانكلوزنج سبوندلايتس والسورياتيك ارثرايتس والروماتويد ارثرايتس. طيب النفرولوجي مفيش كلام، كل بقى الادويه اللي جايه الكلام عليهم مش كتير، يعني كل واحد هتلاقيه سلايد وكلوس ماين. الانفليكسيماب نفس الروت اوف اكشن او الفارماكوكينيتيك بتاعت الريتوكسيماب، هي نفس الفكره. كل المونوكلونال انتي بادي بيشتغلوا بنفس الفكره طالما كلهم ماب. في حاجات تانية بتنتهي بماب وسبت وحاجات دي تفصيلتها مختلفه شويه. الانفليكسيماب التيومر نيكروز فاكتور الفا امبليكيتد في الباثوجينيس بتاع الانكا اشيت فاسكولايتس. يعني الناس اللي بتقرا باثوجينيسز والباثوفيسيولوجي هيلاقوا ان التيومر نيكروز فاكتور الفا موجود في الناس اللي عندها فاسكولايتس كتير. كرنتلي ميونو سبريسيف ثيرابي فور ذيس ديزيز ا كومبايند ويز كونسيدرابل موربيديتي ومورتاليتي، اللي هو احنا عشان ندي سايكلوفوسفامايد وستيرويد. ف
فالناس كلها بتحاول تبعد عن الايه سايكلوفوسفامايد بالذات يعني. فالناس بتحاول تفكر قالوا ايه هيندي انفليكسيماب في الناس اللي عندها انكا اسوشيتد فاسكولايتس. ولكن الحقيقه يعني خلاصه الكلام ان الدراسه ديت نوت شون اني كلير كلينيكال بنفيت في زياده الانفليكسيماب على العلاج التقليدي فبلاش انفليكسيماب. طب فكروا في حاجه تانية ما ندي في اللوبس. فعمل تيومر نيكروز فاكتور الفا هندي الراميكيت ان اكتيف لوبس نيفرايتس كلاس 5. بس الحقيقه الدراسه دي انتهت برده سريعا لما لقوش مرضى هم كانوا حاطين كرايتيريا معينه انكلوجن كرايتيريا ما عرفوش يلموا المرضى في الوقت اللي كان محدد ليهم فلغوا الدراسه. فلغايه النهارده هو احنا قاعدين مع بعض ما فيش اي حاجه بتسبورت استخدام الانفليكسيماب ان نيفرولوجي بس في الروماتولوجي كله روماتولوجي والجاسترونتولوجي بتوع الانفلاماتوري بول ديزيز ده محاضرات سنين على القصه دي. الاوكليزوماب بصيت على اغلى على طول السوليريس الاوكليزوماب ده زوماب مش اكسيماب فده هيومانايز عشان كده اتش هيومانايز وغالي غالي جدا ده انتي سي دي انتي سوري انتي سي 5 انتي بودي الجرعه ده بيضرب السي 5 انتي بودي. طب هو ايه قصه يعني من غير ما نخش في تفاصيل بقى بتاعت هو اول ما اخترعوا الايكوليزوماب اخترعوه عشان يعالجوا بيه النكتورنال هيموجلوبينوريا ده الكومبلمنت باثوي واحد من اغلى الحاجات في الطب الكومبلمنت باثوي. بغض النظر عن التفاصيل كلها الـ في نهايه الباثوجينيسيس بتاع الباراكوزومال النكتورنال هيموجلوبينوريا بيحصل فورميشن لحاجه اسمها الماك ميمبرين اتاك كومبلكس والماك ده في الاخر بيمسك في الريد بلاد سيلز ويدمرها. هي ده سبب الباثوجينيسيس بتاع الموضوع. ليه مش مشكله يعني مش مهم هو ايه اللي حصل المهم ان ده الكومن باثوي النهائي. المهم بيمسك فين الكوليزوماب بيمسك هنا. المفروض ان السي 3 بي سي 3 بي بيشتغل مع سي 5 مع سي 3 كونفرتيز الاثنين بيمسكوا مع بعض بيبقى اسمهم مع بعض سي 5 كونفرتيز. سي 3 بي مع الانزيم بتاعه اسمه كلهم كده اسمهم سي 5 كونفرتيز ده بيحوله السي 5 من سي 5 ان اكتيف لسي 5 اكتيف اللي هو سي 5 دي. حلو كده انا كايكولوزوماب همسك في السي 5 وهمنع الخطوات دي بقى كلها فهمنع في النهايه الفورميشن اوف ميمبرين اتاك كومبلكس. هي دي الموضوع بمنتهى البساطه. طب ما نستخدمه في احنا في ايه بقى بالظبط كده اتيبيكال اتش يو اس اتيبيكال هيموليتيك يوريميك سندروم. الحقيقه انا حاولت ادور كتير في دراسات كتير معموله بس المفروض ان ديت بتاعه الجماعه الفرنسويين تقريبا دي كانت اكبر دراسه هي اكبر دراسه اتعملت على الموضوع ده. بس في الكونكلوجن بتاعها بقى بس في الكونكلوجن بتاعها في نقطه مهمه قوي 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 ان الاستدي دي فاندد باي اليكسيوم فارماسيوتيكال بالظبط كده. فيعني ايش هنتكلم عليها هو اي حاجه فيها رموز الكونكلوجن بتاعها ان الايكوليزوماب انهبيت الكومبلمنت ميديتد ترومبوتيك مايكرو انجيوباسي and would associated with significant time dependent improvement in renal function in patient with atypical HUS. طيب النيفرولوجي بقى النيفرولوجي في لسه دراستين شغالين على ال على الايكوليزوماب غالبا في واحده منهم مش هتكمل لان ديت الدراسه دي قديمه شويه وبعدين كانت بتتكلم على البرايمري ام بي جي ان واللي هو اصلا اوريدي اتلغى ما بقاش في حاجه اسمها كده انما هي الدراسه ديت اللي غالبا هيكملوها. الدراسه دي اسمها ايكوليزوماب ثيرابي فور دنس ديبوزيت ديزيز اند فيس لي نيفروبسي خلاص. ف وطبيعي منطقي ان احنا نتكلم على الايكوليزوماب في الناس دي يعني ان هو كلها برضو ايه كومبلمنت ديس ريجوليشن والكلام زي ده. اللي بعده بقى داكليزوماب كلهم تخطيف هو الكبير خلاص بتاعنا خلص ده انجلند والله دكتور. داكليزوماب هو داكليزو زو برضو يبقى هيومانايز ده بيضرب السي دي 25 اللي هو فين اللي هو اهو سي دي 25 ده الريسبتور بتاع الانترلوكين 2 اللي هو قص الفساد قص القصه دي كلها. طيب داكليزوماب يوز هو احنا استخدمناه اصلا في البدايه استخدم في الاورجن ترانسبلانتيشن سبيشالي كيدني ترانسبلانتيشن ودلوقتي هو في دراسات بتعمل عليه عشان يستخدموه في المالتيبل سكليروزس. النفرولوجي بقى هو استخدم يعني اختباره في حاجه واحده بس في الباجنر ولكن برضو كلينيكال ترايل ايمد تو تست السيفتي والافيكاسي اوف داكليزوماب كاد اون ثيرابي. انت لما تيجي تاد اون ثيرابي انت اد اون ثيرابي بحاجه 60000 جنيه كاد اون. المهم بتضيفه على ايه يعني بتضيفه على حاجات منيله برضو اللي هو ميثوتريكسيت از مينتننس
للريميشن بتاعه الايه للستاندرد ثيرابي والسايكلوفوسفامايد اند جلوكورتيكويد ان بيشنت، ولكن الاستدي دي لسه ما خلصتش، لسه مستنيين عليها الريزلت بتاعها. طب اشمعنى استعملوا ده؟ ليه ما استعملوش قبل ولا هو فكره الدكتوره في الباثوجينيسيس هم لقوا ان الانترلوكين 2 ليه رول في لا هو كده كده بيمسك، بس ليه رول في موجود في الباثوفيسيولوجي بتاع المرض، فعشان كده بنستخدم فيه القصه دي. هو ادون يعني هو هيستخدم هو معرفش هو فكر فيها ازاي، هو هيستخدمه مع ميثوتريكسيت. انا هستخدم قال هيستخدم داكليزوماب مع ميثوتريكسيت بديل للسايكلوفوسفامايد والاستيرويد، يعني هيقارن ده بده اندكشن بقى ولا الاثنين بيهم اندكشن ومنت اباتا ست. ايه المختلف يا دكتوره؟ ست مش مال عشان ده فيوجن بروتين، ده مش انتي بودي كامل، ده حته من انتي بودي احنا صنعناها عشان يمسك في الكوستيمولاتري موليكيول اللي هو سي دي 8086 اللي هو عشان يمنع سيجنال 2 من السيجنال اللي احنا اتفقنا عليها دي 3 موديل سيجنالز. الاباتا ست الحقيقه ابروفد 2005 عشان يطلع في روماتويد ارثرايتس، اكتر الادويه اللي بتستخدم في علاج روماتويد ارثرايتس النهارده. 2008 استخدموه كمان في الجوفينايل روماتويد ارثرايتس. سام ايفيدنس بتقول ان في كيس ريبورتس هايلايتد الاباتا ست مي بلوك ذا بروجريشن اوف فوكال سيجمنتال جلوميرولوسكلروس، والكلام ده مكتوب مش مكتوب بس بيبر، مكتوب في كومبريهنسيف، يعني اللي فيكم يفتح كومبريهنسيف يقرا الباثوجينيسيس بتاع المينيمال اكسشينج والفوكال سيجمنتال هيقرا ان مكتوب فيهم الاباتا ست. فلقوا ان في فعلا ناس بتجيب نتيجه على الاباتا ست، ولكن الرقم النتيجه اللي طلعت ما كانتش مشجعه قوي ان احنا ايه نستخدم. في كمان دراسات معموله كلينيكال ترايلز لسه ما خلصتش على الافيكاسي في اباتا ست في علاج اللوبس نفرايتس، بس دي ترايل لسه ما خلصتش. اداليموماب ده كان مفاجاه بالنسبه لي، اداليموماب ده تيومر نيكروز فاكتور الفا برضو زي الانفليكسيماب، بس ده الهيومنايزد بتاعه، يعني الجماعه بتوع الجاسترونتولوجي لما بيوصل معاهم حاله ريفراكتوري قوي في الالسر كرايتس او البونز بيدوا انفليكسيماب. لو الانفليكسيماب ما جابش نتيجه يعمل ايه؟ يدور على الانتي بودي اجينست انفليكسيماب. مش اقول لك مش ممكن انت جسمك كون انتي بودي اجينست انفليكسيماب؟ لو جسمك كون انتي بودي ضد الانفليكسيماب يعمل ايه؟ يشفتك للاداليموماب، هو نفس الميكانيزم بس ده هيومانايز، فجسمي ما بيتعرفش عليه از ان انتيجن. فيري اكسبنسيف. هو ابروفد اصلا في علاج روماتويد ارثرايتس والانكلوزنج سبوندلايتس والكرونز والسورايسس والجوفينال برضه نفس الكلام. النفرولوجي بقى احنا هنستخدمه في ايه؟ استخدموه فكروا فيه في علاج الاستيرويد ريزيستنت نيفروتيك سندروم وفوكال سيجمنتال. ليه الناس ديت لقوا ان التيومر نيكروز فاكتور الفا بيكورليت مع الاكستنت اوف انترستيشال فايبروز جوه الكدني، كل ما انترستيشال فايبروز زاد كل ما ظهر اكسبريشن اكتر للتيومر نيكروز فاكتور الفا. لقوا كمان ان هم ان فيترو لما بيحقنوا الفيران التجارب بتيومر نيكروز فاكتور الفا بيزيد عندهم جلوميرولار بيرميابيلتي ويحصل عندهم بروتونوريا. الثلاثه ثيوريز دول هم اللي خلوا الناس تفكر احنا ايه اللي خلينا نستخدم اداليموماب في علاج الفوكال سيجمنت. اصلا ما فكرتش فيها، يعني لما فكرت انا استغربت جدا لما لقيته موجود في ترايلز. يعني فعملوا ايه؟ هم جابوا فيه حاجه اسمها الفونت 2 ترايل، دول جابوا 9 عيانين بس فوكال سيجمنتال ريسيفد اداليموماب لمده 16 اسبوع. اربعه منهم من التسعه حصل لهم 50% ريدكشن في البروتونوريا، بس مفيش ولا كيس من التسعه دولت نزلوا للنورمال ليفل البروتونوريا، فعشان كده قالوا ان الاداليموماب مش هيبقى افكتيف قوي في القصه ديت. دول اللي انا قلتهم هم دول الكومن مونوكلون انتي بودي في الكلينيكال براكتس عامه. انما البيولوجكس مئات المئات مئات المئات، وكل يوم بيحصل اكتشافات جديده بسبب المونوكلون انتي بودي بس. شكرا جزيلا لحضرتك.